الباحثون السوريون. سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. رئتاك تحتاجان للطعام أيضا. إن اتباعك لنظام غذائي صحي قد يساعدك في حماية نفسك من تطور الانسداد الرئوي المزمن، ويشمل هذا المصطلح مجموعة من أمراض الرئة التي تعيق تدفق الهواء في المجاري التنفسية فتسبب مشاكل في عملية التنفس، ومنها النفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وبعض أنواع الربو. وانطلاقا من أهمية ذلك، قام الباحثون بإجراء دراسة على 12,000 رجل وامرأة لأكثر من عقدين من الزمن، فوجدوا أن الأفراد الذين كان نظامهم الغذائي غنيا بكل من الحبوب الكاملة والخضروات والمكسرات ومنخفضا بالسكريات واللحوم الحمراء كانوا أقل عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي بنسبة الثلث، حتى لو كانوا من المدخنين، وذلك مقارنة بمن يتبعون نظاما غذائيا سيئا. ومع ذلك فلا بد من التأكيد على أهمية التدخين كأحد أكثر عوامل تطور الانسداد الرئوي المزمن خطورة، علما أن هناك عوامل أخرى تساهم في حدوثه، نظرا لأن ثلث مرضى CDOP أو الانسداد الرئوي المزمن ليسوا من المدخنين، إلا أنها لم تعطى القدر الكافي من الاهتمام خلال الدراسات السابقة. وفي هذه الدراسة قام الباحثون بتقييم العادات الغذائية للمشاركين بالاعتماد على مؤشر الأكل الصحي المتعاقب لعام 2010، وهو مقياس للجودة الغذائية وضعته كلية الصحة العامة في هارفارد كبديلا عن الهرم الغذائي الذي وضعته وزارة الزراعة الأمريكية، ويعتمد على الأدلة العلمية الحالية حول تأثير المواد الغذائية على المخاطر الصحية. يترافق ارتفاع هذا المؤشر مع انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية، ويعكس المؤشر الأفضل اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والمكسرات وأحماض أوميجا 3، ومنخفضا باللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات السكرية والحبوب المكررة، ويتضمن استهلاكا معتدلا للكحول. وتم الحصول على هذه النتائج بعد أخذ العوامل الأخرى كالتدخين، التدخين السلبي، والوزن، العمر، وممارسة الرياضة بعين الاعتبار. من المهم أن نتفهم أن هذه الدراسة تبين بالفعل وجود ارتباط بين الغذاء وصحة الرئتين، كما تؤكد على أهمية دور الغذاء الغني بمضادات الأكسدة وكذلك الإقلاع عن التدخين، إلا أنها لا تقدم تفسيرا واضحا لآلية حدوث الفائدة التي تقدمها الأغذية المذكورة، كما أنها لم تشمل أفرادا مصابين بالانسداد الرئوي من قبل، حيث أن دور النظام الغذائي قد يكون مختلفا لديهم بعض الإصابة. وكما نؤكد دائما، فإن التغذية الصحية واتباع الحمية الغنية بالخضار والفاكهة والمنخفضة بالمنتجات المكررة هي السبيل للتمتع بصحة جيدة، وكذلك وقاية أجسامنا من الأمراض المختلفة. شكرا لحسن استماعكم.